من المتوقع أن يبدأ الاستقرار التدريجي خلال مساء الليلة، خاصة قبل منتصف الليل إن شاء الله، وتقل فرصة الأمطار الرعدية تدريجيا، وتبدأ التحسن في الأجواء وكذلك في الرؤية الأفقية، حيث التحسن سوف يكون ملحوظ إن شاء الله بعد منتصف الليلة مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة. ويستقر الطقس إن شاء الله يوم الخميس مع رياح متقلبة خفيفة السرعة وفرصة من بعد العصر لبعض الأمطار الرعدية. خلال يوم الجمعة سوف تبدأ الرياح الجنوبية الشرقية بالاعتدال والنشاط وإثارة الغبار بشكل كبير خلال المساء وكذلك صباح يوم السبت إن شاء الله مع ارتفاع كبير في الأمواج. لذلك ننوه لجميع الإخوان المتادي البحر والطرقات السريعة بأخذ الحيطة والحذر خلال نهاية عطلة الأسبوع إن شاء الله.